كان مهم جدا المهرجان يرجع تاني والا كنا فقدناه، وكان صعب جدا ان احنا نسترجعه تاني. ولما هتشوف تاريخ المهرجان هتشوف ان كل اهم يعني اهم ممثلين في العالم من جميع انحاء العالم حضروا هذا المهرجان وشرفونا كانوا بوطن. لا انا ترأست قبل كده مهرجانات، لكن اول مرة اكون رئيسة في بلدي، هو ده الفرق الكبير. اي مهرجان هو يعني تبادل ثقافات، اي مهرجان، والا ما فيش داعي المهرجانات. انت هتتعرف على البلاد الاخرى ازاي، او على ظروف البلاد التانية ازاي من خلال افلامهم، لان السينما هي مرآة المجتمع اللي انت عايش فيه. عايز اقولهم مصر هتفضل مرفوعة دايما لفوق، لان ربنا ذكرها في القرآن، وان شاء الله ما حدش هيقدر يهزم مصر. شكرا.